هذه هي الوظائف العشر الاكثر غرابه في العالم على الاطلاق وظيفه حارس قصر باكنغهام وظيفه يعتبرها البعض اسوا وظيفه في الجيش البريطاني الرجل الذي يظل واقفا امام قصر باكنغهام عده ساعات لا يبتسم او يتحرك او يبدو منه اي رد فعل بشري هكذا مجرد تمثال واقف يرتدي زيا احمر ويغطي راسه بشعر كثيف غريب مجرب الاسره الفاخره هذه الوظيفه مرهقه للغايه كما يبدو من اسمها الذي يعمل بهذه الوظيفة عليه أن يستلقي على الفراش الفاخر والوثير الذي تصنعه شركة سيمون هورن البريطانية المتخصصة في صناعة الأثاث خصوصا الأسرة الفاخرة هذه الوظيفة حصلت عليها طالبة بريطانية تدعى روزين ماديكان من مدينة برمنغهام وكان المطلوب منها هو أن تستلقي على الأسرة الفاخرة التي تصنعها الشركة بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء دوام العمل ثمان ساعات لكن الجميل في هذا أن الفتاة كانت تتقاضى ألف يورو شهريا نظير هذه الوظيفة منظف المجاري صاحب هذه الوظيفة راميش ساهو يعمل في الصرف الصحي في بلدية كالكوتا ومطلوب منه أن يقوم بتنظيف بالوعات المدينة بنفسه صاحبنا هذا يقوم بالغطس داخل بالوعات المدينة بعمق سبعة أقدام وتكون مملوءة بالفضلات طبعا الرجل البطل يقوم بحمل الفضلات بيديه العاريتين ليعطيه لزميل آخر له الذي يقوم بدوره بجمعها في وعاء كبير لإخراجها خارج البالوعة الأجر الذي يتقاضاه شاغل هذه الوظيفة في الهند مئة دولار شهريا ذواق الحلوى وظيفة أخرى متميزة وشاقة، تجلس على مكتب أنيق ويوضع أمامك أصناف من الحلويات من كل شكل ولون، المطلوب منك أن تأكلها وتتذوق طعمها طوال اليوم، ثم تكتب تقريرا هاما عن رأيك في طعم كافة هذه الحلويات وأيها أفضل من وجهة نظرك، ثم تنصرف. مطاردة القرود لم يخلق بعد ذلك القرد المهذب الذي يحترم نفسه ويحترم حديقة الحيوان التي نشأ فيها. لذلك وفي انتظار أن يخلق هذا القرد النموذجي قررت إدارة حدائق حيوانات سفاري بتعيين موظف بدوام كامل أي ثمان ساعات وظيفته أن يقوم بمطاردة القرود التي تقفز على سيارات السائحين وتتعلق بها بهدف الفرار من هذه الحديقة الكئيبة على ما يبدو مجرب ألعاب الفيديو ربما يبدو من هذه الوظيفة أنها ممتعة وسهلة إلا أنها فعلا تحتاج إلى شروط صعبة هذه المرة فحتى يتم قبول المتقدم في وظيفة مجرب لعبة World of Warcraft مثلا عليه أن يجمع 200 قطعة من الذهب في الساعة الواحدة وأن يصل إلى المرحلة 80 خلال أسبوعين فقط سعيد الحظ الذي يتم قبوله في هذه الوظيفة يعمل يوميا لمدة أربع ساعات من خلال الجلوس واللعب المستمر لهذه الألعاب وفي حالة اكتشافه لأي أخطاء أو أي أمور في البرمجة أو الرسومات يرفع تقريره إلى الإدارة ويستلم أجره في آخر الشهر نظير خدماته الشاقة جدا هذه الباحث عن البعوض على الرغم من النجاح الذي حققه الباحثون والعلماء في مجال مكافحة الأمراض التي تنقل بواسطة البعوض مثل الملاريا إلا أنه ومن ضمن عملهم دراسة سلوك البعوض أيضا لذلك فقد اوجدت المراكز البحثيه المقاومه للبعوض وظيفه الباحث عن البعوض يقوم الباحث من خلال هذه الوظيفه بالبحث عن مناطق مليئه بالبعوض ثم يكشف بهدوء وببساطه عن جزء من بشارته ويترك الفرصه كامله للبعوض للدغه ومن ثم يقوم بدراسه سلوكه الموظف في هذا المجال يحصل عاده على متوسط ثلاثه الاف لدغه خلال ثلاث ساعات مجرب الالعاب المائيه تخيل ان تكون وظيفتك هي السفر لاماكن الالعاب الطبيعيه والاصطناعيه في كل مكان حول العالم لتجربه الزحاليق المائيه بها، المطلوب من شاغل هذه الوظيفه هو اختبار سرعه وارتفاع وكميه الماء ومدى المتعه التي سيشعر بها اللاعبون فضلا عن التاكد من امان هذه الالعاب وخلوها من احتمالات التسبب في اصابات خطيره للاعبين. وظيفه مصور خرائط جوجل وظيفه اخرى خاصه قامت باطلاقها هذه المره عملاق البحث جوجل حيث قامت الشركه بتعيين مجموعه من الموظفين دورهم هو عمل جولات سياحيه بالدراجات الهوائيه في الاماكن الاثريه الفرنسيه بهدف تصوير هذه الاماكن ووضعها على خرائط جوجل مابس الدراجات التي يركبها الموظفون مزوده بتسع كاميرات دقيقه وجهاز لتحديد المواقع جي بي اس فضلا عن جهاز كمبيوتر واخيرا اليك الوظيفه التي حتما حتما لن تقبلها مختبر فعاليه مزيلات العرق كما تعبر الصوره الماساويه هذه فيقوم صاحب الوظيفه بشم ابط المتطوعين طوال اليوم للتاكد من فعاليه مزيلات العرق قبل طرحها في الاسواق بعد كل هذا عزيزي المشاهد اي وظيفه اعجبت ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه جميع الحقوق محفوظه لدى قناه هل تعلم في عالم من المعرفة والثقافة سبيلكم الوحي مجلة الوثائقيات انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك مجلة الوثائقيات في كل لحظة جديد